أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيدة. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، شاعر حلقتنا ملأ قنديله بدمع وطن لا يزال موجعا وموجوعا. هذا الوطن الذي لقنه أبجدية الانحياز إلى الحق ومكابدة الألم، وصولا إلى أبهى تجليات الصورة الإنسانية من أجل شعوب تستحق الحرية ومستقبل يجد أبناؤه فيه كرامتهم. شاعر أكلت القصيدة من قلبه ولا يزال حارسا لها على أمل عناق وطن لا يظلم فيه إنسان ولا يعمر فيه طغيان أو سجان. بلا صلاة عن نفسي وبالنيابة عنكم أعزائنا المشاهدين الكرام، أرحب بضيفي هنا في الأستوديو معنا الشاعر السوري الكبير الأستاذ ياسر الأطرش والصديق الحبيب. أهلا بك أستاذ ياسر، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيدة. أهلا ومرحبا أستاذ مصطفى، أشكرك على هذه المقدمة الندية والرائقة والرائعة. نحن الأسعد ونحن الذين يقع علينا واجب شكرك لتشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. وقبل الأسئلة أستاذ ياسر، لا بد من وقفة مع ما تحب، إن كان هناك من مفتتح تود أن تبدأ به، إما نثراً أو قولاً أو شعراً، لك ما تحب، قل ما تشاء في البداية. مرحباً بك أستاذ مصطفى، مرحباً بالسادة المشاهدين. الحقيقة العرب قالت الشعر أعلى الفنون القولية. أحسنت. فأنت الآن يعني دعوتني إلى موضوع محسوم أساساً، يعني أي نثر يمكن أن نبدأ به؟ أحسنت. فسأفتتح بمقطوعة صغيرة. تفضل. وأعذرني يعني لا أحفظ شعري. أستعين. أغلبنا ذلك الرجل. تفضل. نعتاق. أضيئي فناء القلب وابتدئي الغنى، فما مورق إلا الذي منك قد دنا، ومري على ليل المساكين رعشة يضج بها العظم الذي كان موهنا. الله. وصبي على زيت القلوب حرائقا لتعرف نعم الحب أو تلزم العنا. خسرنا رهان العمر، لكن جولة بها أنت عمر بالجمال تسوسنا. مفاتيح هذا الغيب ضاعت، فكلنا عمي وإن في رأسه شق أعينا. الله الله. فلا تغضبي إن أنكر الناس بعضهم، ولا تعتبي إن شوه البغض بعضنا. خطوط بكف الأرض معوجة الخطى، فمن أنت في فوضى الحياة ومن أنا؟ الله الله. دوائر من وهم تسيرنا معا، وحين يشذ الخطو تكسر رجلنا. فلا تدفع الأقواس باللين، إنه عقار يأوس، فادفع اليأس بالمنى. فمهما كتمنا الحلم لا شك أنه سيأتي نهار يفضح الحلم أمرنا. فلا تترك للوقت وقتا لقتلنا، ولا تمنح السياف وجها مزينا. الله عليك. وإن كان لابد، كوني كمروة أكن كالصفا والناس يسعون بيننا. الله. كوني كمروة أكن كالصفا. الله. والناس الله. يسعون بيننا. ما أجملك أستاذ ياسر، وأعلم بها من مفتتح هذه الأبيات الجميلة. وانعتاق يحررنا للأمانة، وربما يأخذني إلى أولى الأسئلة وهذا النقاش الجميل برفقتك. يعني بحسب اطلاعك أستاذ ياسر، ما الذي يبحث عنه المتلقي من وجبات ثقافية خفيفة في الزمن المعاصر، خصوصا في ظل هيمنة التكنولوجيا في الزمن الذي نعيش؟ صحيح، يعني مفتتح جميل وواقعي. نحن في زمن تغول تكنولوجي، يعني تحديدا بعد عام 2010. نعم. اختلفت المعايير، معايير التلقي اختلافا كبيرا. بناء على اختلاف معايير التلقي اختلفت معايير الانتاج. يعني ليس المنتج هو الذي أصبح يحدد، بل المتلقي. نعم. هذه حقيقة، لأنه اليوم لم نعد أدوات التوصيل لم تعد كما كانت في السابق. نعم. في السابق كانت أدوات التوصيل الثقافي هي الصحف وهي صحيح. وهي الكتب، يعني المادة المكتوبة أو المادة المرئية في التلفزيونات المحدودة الموجودة. اليوم الوسائل المتعددة ولها سيطرة أيضا. اليوم لا، بإمكانك تقول 90% هي وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك ذهبنا إلى قصيدة يمكن أن نسميها قصيدة تويتر أو قصيدة فيسبوك، وتويتر أكثر، لأنه تويتر تعرف النخبة أكثرها موجودة على تويتر. صحيح. وبالتالي تويتر كان يحدد لنا 140 حرف،
بعدين تصدق علينا ب 280 يعني تكرم علينا 280 حرف. هذا أستاذ مصطفى قاد كثير من الشعراء العرب، وربما أنت وأنا منهم. أحسنت، نعم. صرنا نكتب ضمن هذا المعيار الجديد، فإما نقطع القصيدة الطويلة إلى مقاطع، أو صرنا ننتج منتجا خاصا بتويتر. أصبح هنالك شيء ربما نسميه قصيدة تويتر لنكون واقعيين. صحيح. ويمكن أن ينظر لها نقديا. ونحن لم نأتي بجديد عند العرب أساسا. قصيدة البيت من المشهورات عند العرب فعلا، تعلم حتى العرب صنفوا، تعرف البيت اليتيم، وهنالك قصيدة البيتين، وهنالك القطعة التي ما هي دون ستة أبيات، القصيدة من سبعة فما فوق. نعم. يبدو الآن أننا عدنا إلى عصر اليتيم وإلى عصر القطعة، ما تسمح به وسائل التواصل وما تسمح به معايير التلقي الجديد، الوجبة صحيح. الخفيفة والسريعة. لكن لا أرى في ذلك من بأس إذا أنت فقدت السيطرة على أداة التوصيل، ولكن لا تفقد السيطرة على نوع المنتج. صحيح. يعني أنا أبقى أقدم، ماشي الحال، أقدم بيتين أو أقدم ثلاثة أو أربعة أو قطعة شعرية من النثر أو من التفعيلة لا بأس، ولكن أن تكون منتجا شعريا راقيا، لا أنزل إلى مستوى ما يريده ربما الجمهور، وهذه إشكالية كبيرة، ما يريده الشاعر وما يريده الجمهور. صحيح، أحسنت أستاذ ياسر. من الجميل أنك أيضا متصالح مع التكنولوجيا، تتكيف معها، لكن أحيانا بعض الشعراء يعني تخذلهم ربما قصائدهم الطويلة، فتجدهم يتوه في مثل هذه المواقع، لكن صحيح. الفطن الذي يتكيف معها فيقدم منتجه الأدبي بما يخدم فكرته كاملة غير منقوصة. ونريد الآن أولى القصائد التي سيشنف أسماعنا بها الكبير ياسر الأطرش، ماذا ستختار هذه المرة؟ هذه المرة تفضل. أختار أيضا قطعة ربما يعني أجواء، أعود إلى أجوائي المسيطرة علي ربما طول مشواري الشعري، ولكن في العشر سنوات الأخيرة أكيد بشكل أكبر، ويفهمني كل سوري وكل عربي اضطر لتركي أو اقتلع من موضوع دياره، اقتلع من بيته، اقتلع من ذكرياته، اقتلع من ذاته، يا الله، وأصبح بلا أحد. وعنوان هذه القطعة بلا أحد. بلا أحد. لا أهل للحزن، لا جيران للكمد، فيا دموعي شد الحيل واتحدي، عساي أصنع من حبل الدموع يدا تمد لي، إذ أنا وحدي بلا أحد. الله، عساي أصنع. عساي أصنع من حبل الدموع يدا تمد لي، إذ أنا وحدي بلا أحد. ظلي يقاسمني جوعي، فأطعمه لحم الحنين وأبقي عظمه لغدي، حيث السديم امتداد لا فناء له، وجه قديم يرى في أوجه جددي، وجوقة الحزن تزجي الصوت سامدة، فتنهش اللحن قطعان من الزبد، لا طفل كان هنا في الجب، أو عبرت سيارة، أو أتى الذئبان بالفند، يا الله، لكن هنا أمة كانت حكايتها مسطورة في كتاب الخلد والخلد. يا حزن يعقوب، يا حزن يعقوب، يا حزنا على ولد، يا الله، ماذا تقول لمن يبكي على بلدي؟ أشلاؤنا بعضها في الأرض مندثر، وبعض أشلائنا يصبو لملتحدي. يا حزن يعقوب، يا حزنا على ولد، ماذا تقول لمن يبكي على بلدي؟ أي والله، أشلاؤنا بعضها في الأرض مندثر، وبعض أشلائنا يصبو لملتحدي، نمضي قوافل موتى، كل مرحلة لها نصيب من الأموال والولد، حتى الدعاء الذي كنا نلوذ به قد فر من بين أيدينا ولم يعد. يا الله، يا حزن يعقوب، قف بالرسم وابكي به شعبا وحيدا بلا أهل ولا سند. يا حزن يعقوب، قف بالرسم وابكي به شعبا وحيدا بلا أهل ولا سند.
إلى متى سيبقى هذا الشعب بانتظار السند؟ هل هي مسألة وهم أم مسألة إيمان لابد أنه متحقق يوما؟ يعني إلى أن ندفع الجزية، إلى أن ندفع جزية الصمت، جزية الرعب، جزية جيل الصامتين. كيف تتخيل شكل هذه الجزية أستاذ ياسين؟ دفعنا دما، دفعنا وطنا، دفعنا غربة، دفعنا منافي، دفعنا تشظي. الثمن الذي دفعناه الآن السوريون وكثير من الشعوب العربية هو ثمن كبير وباهظ وقل ما يدفع في التاريخ، ولكن لابد المرحلة كان لابد أن تنكسر بهذا العنف. نعم. لأنه عندما يكون لديك سلطات متجذرة في الدكتاتورية، متجذرة في الاستبداد، الثمن سيكون كبيرا، ولكن بعدها يطلع نهار. أحسنت. باعتقادكم أستاذ ياسر، وانطلاقا من تجربتكم الشخصية، هل المتلقي يسيطر على الشاعر في الزمن الذي نعيش فيه فيوجهه كيف يكتب، كيف ينال إعجابه، أم أن المسألة هنا يعني تتجاوز فكرة من يسيطر على من، الكاتب أم المتلقي؟ الحقيقة المعضلة موجودة أستاذ مصطفى، وهي معضلة تاريخية، يعني ليست جديدة، منذ أيام الشعر العربي القديم. نعم. الأموي، العباسي، الجمهور يسيطر، الجمهور يفرض المعادلة، لأنه أنت لمن تكتب؟ تكتب للناس. نعم. يعني بصراحة كثيراً ما يعني أنظر بغرابة وباستهجان إلى من يقول لك أنا أكتب لنفسي. لا أحد يكتب لنفسه. أحسنت. لا أحد يكتب لنفسه، كلنا نكتب للناس. وأنت إذا كنت تكتب لنفسك يخدع نفسه الذي يقول هذا الكلام تماماً. أنت عندك مهمة تجميل القبح، الله، مهمة المشاغبة في هذه الحياة، مهمة توسيع هامش الجمال، هامش الحق. إذن يجب أن يصل صوتك لكي تكون طرفاً في المعادلة، وإلا أنت خارج المعادلة نهائياً. لدينا طرفان في الإنتاج الشعري، المنتج والمتلقي. صحيح. أيهما أقوى؟ أيهما يفرض شروطه؟ هنالك مكاسرة تاريخية، مصارعة دائماً. من يلوي ذراع الآخر؟ هنا دعني أقسم الأمور إلى مراحل، وأنت شاعر وتعي ذلك. تفضل. فلنعترف بالحقائق، نتحدث مع الناس بصدق. خذ راحتك. هنالك مراحل عمرية ومراحل شعرية تمر. نعم. فيها في هذا الموضوع. صحيح. في البداية أنت الأحوج إلى الناس. بالفعل. أنت جديد على 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 الكار، يجب أن يعرفك الناس، وبالتالي تريد أن تتقرب إليهم، أن تخطب ودهم. كيف يكون ذلك؟ بأن تكتب لهم ما يحك جربهم. يا إلهي، ما يحك جربهم. الناس عندنا مقهورة، متعبة، ما يلامس وجعهم، ولا تستطيع، ليس لها صوت، فعليك أن تكون صوتهم. أحسنت. عليك أن تكون فعلا صوتهم. فلذلك هذه مرحلة، هذه المرحلة الأولى. نعم. أستاذ مصطفى، كلنا في البدايات نكتب القصيدة المنبرية. نعم. القصيدة الخطابية. بالفعل. القصيدة عالية الصوت التي تحدث ضجيجا، وهذا دليل أنه أنا موجود، اسمعوني يا ناس، أنا موجود وصوتي عالي جدا، وأنا أسب الحكومات، وأنا أشتم من يظلمكم، وأشتم الفساد، وأحاكي قهركم، وأنا واحد منكم وأتكلم بصوتكم. تمام. نعم. هذه المرحلة المفروض أنه سرعان ما نتجاوزها، هذا أنت ومهارتك، أنت وقدرتك على الوصول. هذه مرحلة يجب أن يتم تجاوزها بالسرعة الممكنة، بالسرعة القصوى، لا تقف عندها كثيرا إن كنت مقتدرا. طيب، نحن ملكنا الناس، هذه هي أصول اللعبة، وصلت إلى الناس، أصبحت صوتا لهم. تمام. هذه المرحلة الثانية، ترتقي بمنتجك وتبقى على صلة مع الناس لكي ترتقي بالأذواق وترتقي بالتلقي وتأخذهم معك إلى مسارات أخرى، إلى درجة وعي أعلى. نعم. إلى سوية أعلى. نحن لا نتحدث عن النخبة، نتحدث عن عامة الناس. وعامة الناس من قال أنه ليس لديها قدرة على التلقي العالي؟ بالعكس، لديها قدرة، ولكن يجب عليك أن تلامس هذه القدرات بوعي وبحب، ليس بتعالي أنه أنا في هذا البرج وأنا أكلمكم واصعدوا إلي. لا يا حبيبي، ما أن الناس هم اللي طالعوك لهون. نعم. من جعلك في مكان عال؟ الناس. أكيد. الناس. فإذا لا تتكبر عليهم، هم شوي شوي. صحيح. اطلعوا
ابدأوا مع بعض خطوة خطوة، ابدأوا مع بعض واطلعوا أيضا مع بعض. كلهم يحب اللغة العالية وإن لم يفهمها. أنا كثير من الناس يقولون لي يعني نحب لغتك العالية جدا وإن كنا لا نفهمها. مين قال أنه الحب ليس فهما؟ ما أنت طالما أحبيتها أنت فهمت بلا وعيك. نعم. وهذا أهم عندي بألف مرة من أن تفهمها بوعيك. أن يفهم الخلاصة خير من أن يتوه بالتفاصيل. أحبها صديقي، أحبها. الحب أهم من الفهم. أحسنت. والحب يجعله يتعلم لكي يذهب يسأل ما هذا السياق، ما هذه الكلمة، لماذا وضعها هنا، يبحث، ربما يدفعه إلى عادة القراءة أيضا. تماما، أحسنت. فضول اكتشاف الجديد. تماما. وبالتالي تبقى على تواصل مع الناس، لا أحد هنا يفرض شروطه على الآخر. أما البقاء في مسألة الشعر المشروط بالمنتج والمتلقي فهو كارثة شعرية، واسمع نعم. مني واخرج من المعادلة كلها. صدقت. لأنك لم تعد طرفا فيها، يعني تكتب للناس ما يريدون. يا صديقي وصلنا إلى مرحلة هنالك من يبيع شعره ويعلن عن ذلك، للأسف. تعلم هنالك من أصبح يكتب شعر للعرسان وللخطاب وللعشاق، نعم. للمناسبات، ويبيعها علنا، ما يطلبه المشاهدون. ما يطلبه المشاهدون. من زمان أستاذ مصطفى السينما المصرية علمتنا درسا في هذا. السينما المصرية التجارية في السبعينات والثمانينات كانت تسمى الجمهور عايز كده، سينما شباك التذاكر. صحيح. الجمهور تماما، الجمهور عايز كده. طيب ماذا أنتجت تلك السينما؟ لم تنتج شيئا. فراغ. فراغ. وأفلام سينما تجارية بقيت على مدى 20 عام كارثية. فحتى الجمهور أسقطها، إلا عندما يريد أن يتخفف من أعباء الحياة ويضحك، أو يريد أن يرى شيئا بالمصطلح تافها. نعم. أنا أحيانا أقول لزوجتي أكون متعب جدا من العمل ومن الجدية، بالحرف حطينا شيء تافه نشوفه. وعلى فكرة هذا ليس نزولا، أنا أقول لزوجتي حطينا شيء تافه نشوفه. نعم، والناس كلهم يفعلون ذلك. لماذا نترفع عن كوننا أحيانا نريد أن نرى شيئا تافها، شيء بلا معنى، يفرغ تماما الذهن من كل شيء، تضحك فقط وربما لا تعرف على ماذا تضحك. أحسنت. هذا يحصل أحيانا. هذا يحصل، هذه حقيقة، كلنا بحاجة إليها. نكون بحاجة إليها أحيانا. أي نعم. تماما، شيء ليس له معنى. فنذهب إلى تلك السينما التجارية. إذن لا تكن شيئا، لا تكن ذلك المنتج التافه الذي يذهب إليه الناس عندما يريدون أن يتخففوا من معانيهم الإنسانية، عندما يريدون أن يشاهدوا لا شيئا. لا تكن ذلك لا شيء. افرض شروطك ولكن بعد أن تمتلك قلوب الناس. أحسنت. أحسنت أستاذ ياسر. ونريد أن تمتلك قلوبنا مجددا بقصيدة مختلفة، نريد أن نسمعك من جديد، ما رأيك؟ طيب حاضر، تفضل. هذه المرة سأقرأ لك شيئا عن فلسطين ودمشق. إلى فلسطين الدمشقية. ولكل ربما المحبطين اليائسين، لا تخفض لليأس جناحك. عظيم. صن مفتاحك، لا ترهن عند الأغراب ولا عند التجار سلاحك. الله. واترك وجهك في مرآة البيت واسمك في درج الأسرار، وغادر ليلا خبئ تحت الباب صباحك. خن من فاك، خن من فاك، وكن برا بأبيك النخل، ولا تخفض لليأس جناحك. عظيم. دع في البيت حنينك واذهب، فإذا خيل أن قتلوك فما قتلوك ولا صلبوك، ولكن قد قتلوا أشباحك. إن في الشام وإن في القدس الموت غزير، لذ بالظل النابت تحت شبابيك التاريخي، وضمض بالأحلام جراحك. الله. عد للبيت، عد للبيت ولو من بين شقوق الوهم، وكرر نفسك، ازرع عمرك في كل خلايا الجدران، استنسخ أمك وهي تشق جيوب الليل لتغزل من فرج مصباحك. يا الله. واصل نبضك واصنع فلكك في عينيك، وأطلق قلبك واحلم، واحلم، لا تكبح
في الحلم جماحك. واحلم واحلم لا تكبح في الحلم جماحك. جميلة هذه الروح الممتلئة بالتفاؤل في زمن التقلبات الصعبة الذي ربما يمثل تحديا كبيرا لكثير من الشعراء. أستاذ ياسر، يعني كيف يمكن للشاعر باعتقادك أن يظل متشبثا بيعني مجموعة القيم والمبادئ التي تعينه على البقاء في هامش الحق وتوسعته مثلما تفضلت في بداية الحلقة؟ كيف يمكن لهذا الشعر أن يظل حرا لا يباع ولا يشترى؟ ما الواجب عليه أن يطبقه حتى يحقق ذلك؟ هذا سؤال صعب جدا. تفضل أجب بما تحب. سؤال الحلقة. تفضل. الحقيقة هذا تحدي صعب جدا جدا جدا، الكل يعيشه. صحيح. وللأسف يا أستاذ مصطفى، معظمنا يلتف عليه. يا الله. يكذب على نفسه. ممكن أن نكذب على الناس، ممكن، لكن هل تكذب على نفسك؟ مستحيل. مستحيل. أنت عندما تأوي إلى فراشك، هل أنت راضي عن نفسك؟ هل أنت تعتز بنفسك؟ هل تورث أولادك أبا يفتخرون به؟ أسئلة صعبة أستاذ مصطفى. أبي وعلاقتي به طبعا علاقة عجيبة، يعني شعريا أبي حاضر في كل نص من في العشر مجموعات ما شاء الله. في أبي حاضر في روحي، حاضر في نسغي، حاضر في ما أكتب، حاضر. هذا الرجل العامل الفقير الذي عانى وكابد من أجل أن يطعمنا، وكانت معاناة عظيمة، لم يترك لي مالا أبدا أبدا، وإنما ترك لي أبا عظيما، ترك لي أبا أفاخر به العالم، ولا أريد أي أب آخر في العالم إلا أبي. وهذا ليس فقط من حب وهو شيء طبيعي عند الناس، نعم، بل عن قناعة مطلقة. هذا هو الكنز الأبقى أصلاً. رجل أمضى 70 عاماً من الكدح، من النضال، من المكابدة، كي يربينا بشرف، بقليل شريف، بقليل مغمس بالعرق. نحن لا نخون هذا العرق. وهذا يورثك ثقلاً أيضاً ومهمة عظيمة أن تحافظ على هذا. تماماً. هل تخون هذا العرق؟ لا، لا تخونه. هذا تحدي كبير. تحدي صعب. وبالتالي الآن التحدي صعب، ولكن أنت كمثقف واجبك أن تقوم به. دورك، دور المنتج الأدبي، المنتج الفكري، المنتج الثقافي أن يقوم بهذا الدور. هذا دوره التاريخي. إذا لم تقم فيه، من سيقوم فيه؟ نعم. هو دورك أن تقوم به وأن تعلمه. أن لا يجمل السلاطين، أن لا يكون بوقا لهم. المديح يذهب بالمروءة. الله عليك، اختصرتها. المديح والهجاء هما أسوأ غرضين في الشعر العربي. المديح والهجاء يذهبان بمروءة الرجل، يذهبان بمروءة الشاعر. يا والله. لا تمدح، امدح أباك، أمك، أصدقائك، امدح الفقراء الذين لا يستطيعون أن يعطوك مقابل هذا المديح، امدح بلدك، امدح العمال، عمال النظافة الذين ينظفون البلد. حسنت. امدح الضعفاء الذين هم بحاجة المديح. إذا كنت موظفا اهتم واعتني بأصحاب الدرجات الدنيا في الوظيفة. لا تمتدح من تنتظر الفتاة. هم من بحاجة المديح. نعم. العامل البوفيه في مؤسستك هو بحاجة الطبطبة والمديح. آه والله. وليس المدير العام. لا تمدح المدير العام، هو ليس بحاجة مديحك. امدح الذي في البوفيه، لأنه كلمة منك تطيب خاطره وتجعله يطير من الفرح. حسن. هذا هو المديح النبيل، أن نمدح الحياة ونمدح الذين تقوم الحياة على أكتافهم. وبالتالي موضوع أن تبقى على مبادئك هو موضوع صعب جدا، شائك جدا، شاق جدا، ولكنه نبيل. نبيل. هل تريد أن تكون إنسانا نبيلا فارسا تحترم من قبل عدوك وصديقك والحيادي، ما أن يذكر اسمك حتى تقف الناس إجلالا لهذا الاسم؟ لا تمدح نظاما، لا تمدح شخصا، لا تمدح طاغية، لا تمدح حتى رئيسا عادلا، فربما يتغير. وكما قال إدوارد سعيد المثقف،
واجبه ووظيفته إزعاج السلطات. أنت صمام الأمان، أنت الذي تلاحق السلطة وتشعرها أنها مراقبة دائما لكي لا تخطئ، لا تمدحها إذا هي تؤدي واجبها، إذا أدت واجبها لا تمدحها، هذا مطلوب منها بالضبط، وهي تتقاضى أجرها على ذلك، أنك رقيب عليها دائما لكي بالفعل تبقى تقوم بواجبها بشكل سديد وبشكل قوي. هل هذا صعب؟ هذا صعب، ولكنه ليس مستحيلا، بالعكس هو ممكن. وهكذا أقول لك سرا أيضا، تصبح محترم أكثر وتنال وظائف أعلى، ولا أحد يساومك، لا أحد يطلب منك شيئا، لأنه تعرف ما أطلب من ياسر، لا يا عمي أنت شو عم تحكي، ونصل إلى درجة الرضا عن أنفسنا يعني، وهذا هو الأمر، تحمي نفسك. نعم، تحمي نفسك، وبالتالي عندما تذهب إلى أي مكان لا أحد يتجرأ على أن يطلب منك شيئا. أحسنت. هذا يعني يقتضي، ستعاني، ستبعد إلى فترة ما، ولكن هل أنت مثقف حقيقي؟ الناس بحاجة المثقف الحقيقي بالفعل، والمؤسسات بحاجة المثقف الحقيقي، ستعمل وستجد جمهورا وستجد هامشا من الرزق، هامشا، وسيحترمك من يكرهك قبل الذي يحبك. أبدا، لكن هنا عزيزي أستاذ مصطفى أؤكد على مسألة، ستجد هامشا من الرزق وليس سعى. أحسنت. هل تريد أن تصبح مليونير؟ أنت شأنك، روح أمدح الأمراء، الأساليب والسبل كثيرة، أمدح الأمراء، لكنك ستخسر نفسك. أنا ما بدي لكزيس يا عمي، ما بدي، أنا أريد الكفاف، أريد أن أورث شامل مجد أبا تفتخر به. أحسنت. فقط، وأعيش بكرامتي وأحصل ما يكفيني وأساعد الناس، ومساعدة الناس هنا في هذا الهامش مش يعني ليس فقط في القول، يجب أن يكون هنالك جانب تنفيذي من موضوع مساعدة الناس لكي عظيم تقرن القول بالعمل، يعني ولو 1% من دخلك، لكن لكي ترضى عن نفسك. أنا ليس فقط والله مهمتي أن أكتب الشعر للفقراء، لا، أنا كل شهر يجب أن أساعد فقيرا أيضا. أحسنت. هذا أمر جدا مهم وجدا يعني يجعلك في توازن مع نفسك. أنا أقول وهذه هي المهمة الأساسية، لكن أفعل وهذه أيضا مهمة أساسية، يعزز فكرة أنني صادق بما أقوله تماما حينما تماما أفعل الحق تماما وأعين الآخرين. إذن يجب أن تقتنع يعني تملك القناعة، أما إذا يعني أردت أن تذهب إلى ما ذهب إليه المتنبي فستصبح كالمتنبي موقفا وليس شاعرا. نعم، لن تصبح مثله شاعرا. أحسنت. أحسنت. لكن ستصبح مثله موقفا. أحسنت أحسنت، ومن الجميل أنك اختصرت الفكرة بالتمييز ما بين الموقف والشعر في شخص المتنبي. الآن إلى الشعر من جديد، ماذا ستختار؟ طيب، اختر ما تحب. هذه المرة نذهب إلى واحدة من القصائد المشهورة التي يحبها الناس وأحبها كثيرا، وهي خلقنا نادمين. الله. أبوس يديك يا وطن اليتامى، الله، أعرني صدر أمي كي أنام. أبوس يديك يا وطن اليتامى أعرني صدر أمي كي أنام، تعبت من الغياب وضاع وجهي، وكف أبي السماء الصحو غاما، خسرت خطاي في غزو البراري، وقلت لما تبقى قم فقام، على عكاز روحك جئت أسعى إليك مضرجا بك مستهاما، كسرت دمي وخنت جرار أمي المليئة بالحنين، وصمت عاما لأقرأ في يديك حروف اسمي محررة تخط بها كلاما، عن الأمطار تغسل حزن روحي، وعن عينيك تذبحني غراما، يا الله، وعن عسل البكاء بحضن أم كمريم إنما تدعى الشآمة، وعن عسل البكاء بحضن أم كمريم إنما تدعى الشآمة. عظيم عظيم يا أستاذ. لقد ياسر تعب التراب، لقد تعب التراب، كأن عجنا بماء الظلم وازددنا ظلاما، خلقنا نادمين، فليت لحمي تشقق قبل ما يكسو العظام، فما للشمس قد خلقت عيوني ولا ثغري لأقترف المدامى، ولكن كي أرى قلبي قتيلا وآكل لحم إخواني حرام. يا الله يا الله. فما للشمس قد خلقت عيوني ولا ثغري لأقترف المدامى، ولكن كي أرى قلبي قتيلا
وآكل لحم إخواني حراما، فليت الجب يا يعقوب أعمى، وليت الذئب قد أكل الغلام. فإنك إذ نظرت بعين حب جعلت عيون إخوته سهاما، ولولا الحب ما نفيت قلوب ولا شكلت من وجعي حساما، أهش به على وجعي إلى أن أرى طفلا يقول أريد ماما. يا الله، فأغمدني وأكفر يا بلادي بصدرك، يرضع الطفل الحرام ويلقينا على الطرقات لحما، لجوع البرد ينذرنا طعاما. الله أجمل. فأفرح حين تأكلني بلادي وتعرف أنها أكلت كراما، ويدري السيف حين يروم ضربا يفوز فقط بمن لم يحنها. فأفرح حين تأكلني بلادي وتعرف أنها أكلت كراما، ويدري السيف حين يروم ضربا يفوز فقط بمن لم يحنها. ونعم الفوز أستاذ ياسر، لفضفوك والعاش شانئوك. بعد هذا الجمال لابد من استراحة، ما رأيك؟ أكيد. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الاستوديو الشاعر السوري الجميل جدا الأستاذ ياسر الأطرش. حيا الله أستاذ ياسر مجددا. مرحبا. الآن إلى سؤال صعب شوية وبدك تتحملني، يعني تفضل. يعني عن نفسك، ما هي التضحية الكبرى التي يجد الشاعر أنها واجبة عليه ولا مفر منها أبدا؟ حدثنا عن ياسر هنا. هو يجب أن تضحي بحياتك لكي تصبح شاعرا حقيقيا، يجب أن تمنح كل نفسك للشعر كلها. الشعر لا يقبل ضرة أبدا. يا الله، لا يقبل ضرة. أن تكون شاعرا حقيقيا يعني أن تكون شخصية عامة، أن تكون صوت الناس. نعم. أن تكون تتقرى أوجاعهم. يا الله. أحاسيسهم، مكبوتاتهم، أسرارهم. بالفعل. كل هذا يجب أن تتحراه وأن تدركه. نعم. وأن تكتبه. وبالتالي المسألة شاقة، طريق طويل، والمشكلة أنه ليس له نهاية. يعني الشاعر لا يتقاعد، ليس هنالك سن تقاعد. وكل ما ازددت شهرة، كل ما كبرت، كل ما ثقلت عليك المهمة وثقلت الأمانة وثقل الحمل، يجب أن تقدم أكثر، يجب أن تقدم أوعى الأفضل. بالفعل. الأوعى والأفضل وبالتالي هل يعني الخروج من مشقة إلى مشقة أكبر. لذلك تجد الخاص في حياة الشاعر مظلومين. النساء الشعراء دائما تشتكين، مناضلات لهم الجنة. والله بالضبط. إيه والله، إيه والله. تشتكين دائما، أولادهم، محيطهم، يعني تجد أحيانا أنه شبه عزلة، لماذا وكذا. يا أخي، هو بحاجة أن يكون مع نفسه لكي يكون مع الناس. شوف المعادلة. أحسنت. هو بحاجة أن يكون مع نفسه كثيرا لكي يكون مع الناس أكثر. فعلا. لكي تقرأ الحياة يجب أن تقرأ الكثير، تقرأ كثيرا، يجب أن تتفكر كثيرا، يجب أن تمارس التأمل كثيرا جدا جدا جدا. ما أنت لا تكتب الناس فقط، أنت تكتب الكون. بالفعل. لماذا أوجد الناس الشعر؟ هذا هو السؤال من الأساس. صحيح. خلق عالم موازي للعالم الحقيقي. هذا العالم الموازي
هو عالم الخيال، عالم تجميل قبح العالم الحقيقي. فعلا والله. فأنا لكي أكتب الحقيقة يجب أن أذهب إلى عالم الخيال، والذهاب إليه يا جماعة يعني دونه مغارة علي بابا، ويجب أن تمتلك، هي ليست افتح يا سمسم على فكرة يعني، وإنما يجب لكل شاعر لكي تزاح هذه الصخرة يجب أن يفك الشفرة الخاصة به، لكل شاعر شفرة حسب العوالم التي يريد الولوج إليها. فعلا هنالك شعراء يريدون الولوج إلى عالم الحب، صديقنا الشاعر الحب والشاعر الإنساني الجميل مثلا جاسم الصحيح، صحيح يعني ذلك شاعر ذهب إلى فك مجاهيل الحب يعني بلغة عالية وبإحساس وجدان فعلا قل نظيره، ولكن دفع أثمان كبيرة فعلا. يعني هو دائما يعيش مع الشعر لكي يستطيع أن يواصل هذا التحدي. هنالك شعراء ذهبوا في السياسة إلى أقصاها، نعم. يعني نزار في آخر بعد 67 من بعد هوامش على دفتر النكسة، أحمد مطر مثلا كرس حياته للسياسة، أحمد للسياسة مطر. وبالتالي أيضا هذا تعرف أحمد مطر لا أحد يعرف عنه شيئا، صور ليس له يعني ربما هي صورة واحدة فعلا، يعني يعيش في عزلة تامة، لا الناس تعرف أين هو ولا الفضائيات تعرف أين هو ولا دور النشر تعرف، لكنهم يعرفون كلماته وأفكاره ومبادئه ومواقفه. إذن هو اختار عزلة نهائية، عزلة قصوى لكي يستطيع أن يكتب الناس وأن يكتب الحياة. سبحان الله معادلتنا ما أغربه، لكي تكون قريبا جدا من الناس يجب أن تبتعد عنهم وأن تنعزل لكي تستطيع أن تقرأهم بعمق. يا الله ما أجملها من إجابة. الانحياز إلى هؤلاء الناس وإلى جانب الشعوب المقهورة في زمن التقلبات السياسية الغريبة إن صح التعبير أستاذ ياسر، هل ترى أنها تكلف الشاعر الكثير في زمن تعارض المواقف السياسية، أم أنها مسألة موقف بالنسبة لياسر الأطرش على وجه الخصوص؟ هي تكلف الكثير جدا جدا جدا، كلفها عالية قد ما قلت، يعني أحيانا حتى لا تجد منفى تذهب إليه. يا الله. تضيق بك المنافي، ليس فقط الوطن، تضيق بك المنافي. هنا المسألة طبعا أزعم بأن انحيازي إلى الناس وإلى الحق هو انحياز مطلق، هو مبدأ مطلق لا جزئية فيه ولا نسبية معك. لا يوجد نسبية، نعم. بمعنى النسبية خيانة، هنا النسبية خيانة مطلقة بالنسبة لي. أحسنت. لكن للأسف كثير من الشعراء وقعوا في هذه النسبية، أنه أنا ضد بشار الأسد بالمطلق، إيه تمام، ولكن أنا مع النظام الفلاني اللي هو مستبد أكثر من بشار الأسد. يا خيي ما بتزبط، ما أنت عم بتدافع هنا عن المظلوم وبتكون هناك مع الظالم، ما الذي تفعله؟ لا يصح أن نناصر الحق في بلد ونكون معارضين له في بلد. المشكلة أنا لست ضد بشار الأسد الشخص، من هو الشخص لأكون ضده؟ أنا ضد بشار الأسد لأنه ظالم، فإذن أنا ضد كل ظالم. أحسن. فإذا الظالم تحت في أسماء كثيرة، أنا ضد كل الأسماء، لا أنظر إلى الأسماء، أنظر إلى الصفة، أنظر إلى الفعل. كل ظالم أنا ضده، كل مستبد أنا ضده، كل طاغية هو ضده، على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد المؤسساتي وعلى الصعيد الإنساني. كل من يأخذ حق الآخر، كل من يستقوي على ضعيف، أنا خصمه ما حييت، وسأبقى أكافح وأناضل ضده ما حييت. تضيق بك المنافي لا بأس، يعني وقلتها في قصيدة عن فلسطين، تضيق بك السجون، المهم أن تتسع عليك كرامتك تماما، ومواقفك الأخلاقية. ستجد منفذا، لكن نعم. تجدني أحيانا أغير الدول، لماذا؟ وأكون استقريت ووجد عملي وكذا، هذه الدولة مثلا غيرت من مواقفها وصارت تضطهد جهة أو تضطهد فئة أو ناصرت ظالم أو عادت علاقات دبلوماسية معه، أنا أتركها وسأبقى أبدل من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد إلى أن أجد حيزا أعيش فيه في ظل مكان لا أقول ليس فيه ظلم، ولكن قد لا يقوى عليه إلا القلة من الشعر. يا سيدي لماذا؟ يعني هو التحدي، أنا لا أصعب على الناس، أنا لست مليونير، يعني يقولوا لك بسطها يا أستاذ ياسر، بسطها. أحياناً أنا أستدين لكي أغادر من بلد إلى بلد، أنا الله. لست مليونير، يا الله، لأن ما عندي شيء إلا عملي، أنا أعمل يعني في الصحافة وفي الكتابة وأحصل رزقي، يعني ما يكفيني لأعيش بكرامتي فقط. ما هو التحدي لو كنت في سعة هو ليس تحدياً، فعلاً لو كنت في وفرة هو ليس تحدياً، بيتحول إلى سياحة. التحدي أن
تعيش كل هذه التحديات، أن تدفع ثمناً يا الله لمواقفك. والله يا عزيزي ما بيصير عليك شيء، حتى وإن كانت الروح ثمناً، حتى هو بالأخير تصل إلى هذه المرحلة. وصل الكثير من على فكرة أستاذ مصطفى ونتاجر بهم، هؤلاء الذين دفعوا روحهم ثمناً ونتاجر بهم، بنجي بنكتب عنهم القصائد وبنعمل عنهم البرامج التلفزيونية وبنكتب عنهم بالصحافة. إيه تمام، هل تعتبر هذا التجار بهم مثلا؟ لا يمكن أن يسمى وفاء. إذا كنت على نقيض من مواقفهم. نعم أحسنت. إذا كنت أنا متماهي مع مواقفهم فهو وفاء لهم، هذا منتهى الإخلاص. أحسنت، هم أساتذتك في الوفاء. أما إن كنت أنا نقيض سيرتهم وحياتهم وشعرهم وآتي أتباكى عليهم حينما يقدمون أرواحهم. تماما، يعني تتباكى وأنت يعني تخيل واحد الآن مثلا قاعد عند النظام السوري في حضن النظام السوري ويتحدث بإكبار عن سعد الله والنوس ويتحدث عن ممدوح عدوان ويتاجر بنزار قباني. يا حبيبي ما نزار دفع 30 سنة غربي ولما مات يعني تحت ضغط الشارع العربي والعالمي حتى سمحت له بقبر في دمشق. والله أنت تتاجر به الآن وتقول شاعر الياسمين، هذا الشاعر الذي هجى كل سلطاتك. لا تقول شاعر الياسمين، قل شاعر عنترة وشاعر الديك بالنسبة للنظام السوري. والله فعلا، وبالتالي لا تتاجر بهؤلاء الناس إلا لكن إن كنت على موقفهم فهم أساتذتك وهم تتعلم منهم وتستمد منهم المواصلة. فالموضوع صعب، ولكن صديقي يعني هل نريد في القول بالأخير دائما نقول صعب صعب صعب؟ يعني هل إذن المحصلة صعب أن تكون شريفا؟ يا الله لا يا سيدي، ليس صعبا أن تكون شريفا، والله ليس صعبا، ليس صعبا. والشرف عند العرب. هنا أستاذ مصطفى أريد أن أوضح مسألة. الآن كلمة شريف سطحت في مجتمعاتنا العربية للأسف. إلى حد قاتل. شريف يعني فقط تعني ليس أزعر، يعني ما نسونجي فقط. لا يا حبيبي، هذا معنى ضيق ضيق جدا. الشريف ومنه الأشراف، يعني تعلم عندما يقولون رجل شريف تعادل تماما في المصطلح الغربي رجل نبيل، لا يشتغل. الفرسان النبلاء طبقة. أنت عندما تكون شريفا أنت في طبقة تسمو على البشر يا سيدي، أنت في طبقة يعني دون الأنبياء بقليل، فوق كل المغريات، فوق أن يشترى وأن يباع وأن يتاجر به. نعم. أنت فارس، لا يمكن أن يساومك أحد، لا يمكن أن يتجرأ على مساومتك عندما تكون شريف. حسنت. وبالتالي يعني هل كل هذه الأسئلة التي دائما يسألها الناس كذا صعب وكذا صعب وين بروح وين بجي، يعني تقول بأن الشرف صعب؟ لا، الشرف ممكن والشرف سهل، لكن يحتاج إلى رجل. أحسنت. يحتاج إلى رجل أو امرأة. طبعا يحتاج إلى رجل أو امرأة مواقفها ربما تبز الرجال ومستعد لدفع الثمن. أحسنت. هل أنتم مستعدون لدفع الأثمان؟ إيه، يجب أن تكونوا مستعدين حتى نصدق أنكم أحد. يعني إذا يعني أقول الآن في أحد وما بلغ العلا قلب قعيد، وما بلغ العلا قلب قعيد يا سقراط. أحسنت. يعني عش مجاهداً دون رأيك ودون قناعاتك ودون تستمتع. قف دون رأيك في الحياة مجاهداً، إن الحياة عقيدة. هذا هو وجهاد والحياة فيها من الشعر أيضاً ما ينبغي أن نعود إلى سماعه. حاضر. وإن من الشعر لحكمة، وإن منه أيضاً ما يثري النفوس ويجعلها واقفة على ثغر الكرامة والعزة. إلى قصيدة تكون مسك ختام هذه الحلقة. ربما هذا النص يعني يندرج تحت ما كنا نتكلم عنه. جميل، تفضل. إني خفت عقباها، إني خفت عقباها، يا ناقة الله إني خفت عقباها، فما عقرت ولا حرفت مسراها. إيه؟ يا ناقة الله، كل من ثمود وإن من أمة حكمت إلا بأشقاها. يا الله، كم من نذير خلا فينا يذكرنا، وكم خفرنا عهودا قد قطعناها. لا الشمس تكفي ولا الآيات محكمة، إن ابن آدم محكوم بدنياها. لا الشمس تكفي ولا الآيات محكمة، إن ابن آدم محكوم بدنياها. قد قده الله من طين وعلمه، فراح يسأل كيف الله سواها. النفس ملهمة خيرا وفاجرة، والمفلح الحق من بالخير زكاها. فما لنفس أتت في كل معصية ذكرا، وتزعم أن الله ينساها.
لو ذم واحدنا في الحلم حاكمه لكان غير للأحلام مجراها وأيقظ الروح حتى لا تنام، فإن نامت تبوح بما تخفي ثناياها تخاف من سرها، يدريه طاغية ولا تخاف الذي يدري خفاياها. يا الله حاشاه تأخذه عن ملكه سنة أو أن يكون له ندا وأشباها. حاشاه تأخذه، حاشاه تأخذه عن ملكه سنة أو أن يكون له ندا وأشباها. يا أيها الناس إن الله يطعمكم وليس ذاك الذي يشقيكم الله. يا الله يا أيها الناس إن الله يطعمكم وليس ذاك الذي يشقيكم الله. يا نار كوني سلاما جل قائلها، وعز من بندى الإحسان رواها، وخاب كل فخور راح مقتدرا يمشي على الناس مختالا وتياها. بالمال والجاه ظن الأرض جنته، وبغتة صار لا مالا ولا جاه ولا جاها. فلا مليكة ولا ملك ومملكة عند النشور رصيد النفس تقواها. فما لأصنامنا قد صم أجمعهم، وموتنا المر لم يحدث بهم آها. الكافرون بآلام الشعوب لقد ضاقت خياراتنا، والموت أحلاها. إني أموت فداء أمي التي ولدت حرا، وأعلن إني لست أخشاها. أسيافهم ربما تكفي لتقتلني، لكن سأغدو عصا موسى وأرعاها. الله الله لله الله. ما في السماء والأرض يجمعها يوم الحساب، وأعلاها كأدناها. فلا سلاطين تنجو من عدالته، ولا نفوس أتت خيرا سينساها. ورب معترف بالمعجزات نجا، لكن سيخسأ من جهرا تحداها. الله عليك يا أستاذ ياسر، أنعم بما افتتحت به وبما اختتمت به وبكل ما جدت به علينا في هذه الحلقة من بيت القصيدة، الحلقة المميزة حقا بتشريفك وبجميل إلقائك وأدائك. بأسئلتك العميقة والله يا أنت والله الأجمل والأقدر على يعني إيضاح تفاصيل هذه الأسئلة بإجابات فعلا تعكس إيمانك وقدرتك وانحيازك إلى جانب المظلومين. في الختام لابد من رسالة إلى سوريا الوطن، إلى كل حر على امتداد الخريطة العربية الواحدة. كلمة للتاريخ، ماذا يقول ياسر الأطرش؟ والله دعني أقولها أيضا ببيتين من الشعر. قل ما تحب. بيتين تعقبهما رسالة قصيرة. طيب. لا ضير. ما لي بلعبة أهل الأرض من غرضي، ما لي بلعبة أهل الأرض من غرضي، ولا بعالي جناب أو بمنخفضي. إني مريض بإنساني ألوذ به، وأسأل الله أن يبقي على مرضي. إني مريض بإنساني ألوذ به، وأسأل الله أن يبقي على مرضي. إذن الإنسانية، وأنا شريكك في هذا المرض، إن كانت الإنسانية مرضا فأنعم به من مرض نرجو ألا نشفى منه. سعدت بك أستاذ ياسر الأطرش، الشاعر السوري الجميل وصاحب الحكمة والموقف السديد والرشيد. كانت حلقة جدا مائزة ورائعة، شرفتنا بوجودك عزيزي. شكرا لك، شكرا لأسئلتك الواعي والجريئة والمنفتحة. شكرا للسادة المشاهدين قناة الرافدين. شكرا، بتمنى لكل وسائل الإعلام، كل العاملين فيها على نهج الحق، السداد والسمو. ودائما كما يعني كان يقول ياسر عرفات، وإننا لمنتصرون بإذن الله. شكرا جزيلا حبيبي. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء. شكرا أستاذ ياسر.